هنأت السيدة انتصار السيسي قريرا رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله. وعبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك دعت السيدة انتصار السيسي الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر.